لا لا نسيت نفسها. هذا هو الإيثار. أهلا بكم في حلقة جديدة من تحديات مها وإيمي هديل. في هذا التحدي كل زول حيحكي نكتة. أوكي. طيب أنا لما أحكي نكتة حتضحكوا أي زول لو ضحك. حتى حتى لنا. أوكي. ماشي. حتى لو شخص واحد. أيوة. ولو أنا وأنا بحكي النكتة ضحكت برضو حتحسب لكم أنتوا الاثنين النقطة. خسران الكهرباء. ما تنسوا تشتركوا في القناة وتعملوا لنا لايك. شير سبسكرايب وكومنت كومنت وكل حاجه الحاجات دي ببلاش على وما تنسوا تشوفوا الفيديوهات اللي عملناها في قنوات ايمي هديل لان عملنا كل واحدة مننا عملت فيديوهات خياطه تزوج خياطه وعير صاحب القميص الجاي ماذا دجاجه خانها حبيبها قالت اين الذين اقسموا بالبقاء ما حاسش الشاب بنت عندها شامه فوق عينها قال دلوقتي دي عين ولا غين لو ما طلعت كتير كان ضحكت طلعت كتير طيب انا بالمهجه دي ما طلعت اصلا لانه كلنا سمعناها بالعشاء واو طب اتحفيني دلوقتي دورك يا مدام ضحك هاني مره واحده اسمها هاله حطت كونسيلر اختفت ايمي لا تجامليها والله تصني لا تجامليها مكرونة انفعلت من زوجها قالت له وديني اندومي احترم الاداء الصوت احترم مقدر بس صفر من عشر حلوة شديدة جاهزين؟ يلا دوري فيروس بيودع فيروس قال له الى اللقاح الى اللقاح ما حلوة نفسك مرة واحد خلف سبع عيال سمى نفسه سبن اب هذه سيئه يلا ايه اكشلي هذه بس افضل انك تقروها يعني شيء شكلها احلى تنجري احلى من لا تنجري لا من نجده انت ادائك جميل في كويس صح قال اي ريلي 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 مره شيخ ريلي بطاطس استو خروف بيسأل خروف قال له انت كل عيد اضحى بيعدي وانت قاعد ما حدش بيذبحك قال له ليه قال له مسجل اني في شتر ميلاد حمار
مبروك عليك الثانية. أنا بقول باليد الثانية. باليد الثانية ليه؟ خلاص اطفي الجهاز ده، اقفلي اقفلي الحلقة بسرعة. يلا بسرعة اقتلوني انتي، علموني لي لك مروحة اخبيه احسن، بعدين هيجوا يكهربوكي تاني. يلا مروحة قفلت وقفلت وما تخافيش انا محرصة. يلا بسرعة اقفلي الفيديو ده. شكرا لكم يا جماعة لمتابعتكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا لانه الفيديو ده فيه فائدة عظيمة بمحتوى هادف شديد. ان شاء الله نشوفكم في الحلقة التالية، بنحبكم قوي. 5 مواقف اشتركوا في القناة، وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم. رمضان كريم وين على عليك.